मांगते हैं بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المراد والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشكوم منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور مزفر مكرم في البيت والحرم شمس الدعاء بديع الدجى فضل الأولى نور الهدى كهف الوراء مصباح الظلم جميل الشيم شبيه الأمم طالب الجود والأتاء والسخاء والكرم من بالعلم والختم ما دنيه السلام قادم والبراق مركبه والمعراج سفر وسدرة الموتى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مفقوده والمفقود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيث الغريبين رحمة للعالمين راتب
لله المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى بالدعوين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله السلام اے دل پرے مولا علی السلام اے رہنما اے ہر علی السلام اے نیا یا بوترا السلام اے شاپے روزے حساب مولا ما السلام اے نور نور ابو دائما السلام اے بمبئے نورانیا السلام اے مظہر روحانیا السلام اے حیدر مشکل کشا السلام يا علي ان بابا السلام اے وارث والی ما السلام اے ذات ستاری نما نفس مولاي پائے اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته بين العابدين بعباداته باخرا في علم الاولين والاخرين بمعلوماته صادقا في اقواله قادما في جميع احواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند لقاء هاديا الى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا الى طريق اليقين غياث المستغيثين معين الملة والدين اشرف الاولين والاخرين خالص العالمين پروردگارا جو کچھ بھی نظر پیش کی گئی ہے تلاوت المقدسہ کی گئی ہے نظر کا اہتمام ہے مولا اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے اس کا ثواب اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاک و تمام ان کے اہل بیت اعلیٰ صحابہ ذریۃ طیبات اس کا ثواب فرمائے خصوصیت کے ساتھ جس مولا علی مشکل کشا و شکن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ کریم کو نظر پیش کی جاتی ہے مولا قبول فرما مولا ہم سب کو حضور مولا علی کا صدقہ عطا فرما شیر خدا کا صدقہ عطا فرما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوبائی الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ یا مصطفیٰ محمد یا مرتضیٰ علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی یا مصطفیٰ محمد یا مرتضیٰ علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی یا مصطفیٰ محمد یا مرتضیٰ علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا سیدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
حضرات اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. محفل سماع کا آغاز ہونے جا رہا ہے علی وارث اور ان کے ہمراہ. حضرات ایک ضروری اعلان سن لیجیے. 10 مئی کو سنبھل پور کوٹ گرمی میں جشن سرکاری وارث پاک عالم نواز. 21 مئی کو مراد آباد انصار انٹر کالج میں سنبھل میں جشن سرکاری وارث پاک اور 21 مئی کو انصار انٹر کالج کے ریسورٹ میں جشن سرکاری وارث پاک. حضرات میں اپنے سفر کا آغاز ہو رہا ہے. 4:13 پر سرکار وارث پاک عالم نواز کی نظر پیش ہوگی اور تبرک تقسیم ہوگا. سب لوگ سے درخواست ہے کہ سرکار عالم فلاح کا تبرک چھٹی کی جائے.